النهارده هنعمل طبق سهل وطعم مختلف برضو شويه على الفراخ. هنعمل فراخ بالشرايح البصل والكرات ومكونات تانية مساعده للطبق، بس الاساسي الكرات والبصل. انا اخترت وراك الفراخ، ممكن تبقى دبابيس فراخ، ممكن تبقى صدور فراخ سواء الفيليه او اللي بالعظم، يعني تختاروا الجزء اللي في الفرخه بتحبوه وممكن تعملوا بيه الطبق ده. الطبق التاني عندي سلطه عباره عن حاجه سخنه شويه، لان هي خرشوف مقلي بالجرجير وحاجات حلوه كده. هنشوفه هنعمله ازاي مع بعض. هنبدا اول حاجه وهنجيب المكونين الاساسيين عندي اللي هم الكرات والبصل، علشان هنعمل خلطه نحطها في القالب بتاعي. انا مش هتبل الفراخ باي حاجه، لان انا في تتبيله تانيه هعملها، بس الاساس ان احنا هنعمل تتبيله لقاعده نحطها في قاع القالب بتاعي. هجيب بس معلقه عشان هخلط الحاجات دي مع بعض. ادي عندي انا شرايح البصل، البصل الاحمر العادي، لو مش موجود ممكن يبقى البصل الابيض، والكرات، كرات الجزء الابيض والاخضر سوا الاثنين، وهقلبهم بالشكل ده كده، وهضيف لهم شرايح ثوم كده، تبقوا شايفين معانا. وعندي زعتر هحطه كده عليهم، نشيل الحاجات دي. نجيب بقى كده الزيت والملح، عندي زيت زيتون، هاخد معلقتين زيت زيتون عشان هنتبل بيهم الخلطه دي كده. وعندي الملح لان احنا لسه هنحط زيت تاني كده، وهقلب كل الخليط ده مع بعض على اساس ان احنا هنفرشه في القاع زي ما قلنا بتاع القالب. بس عايزين نقلبه تقليبة حلوة، ممكن نزود له شوية زيت. طبق خفيف زي ما انتم شايفين، احنا مستعملين زيت زيتون فقط، يعني ولا حطينا زبدة. الزبدة برضه بتدي طعم حلو، بس يعني ما حطيناش. احنا انا بقول لكم ان احنا بنحاول نقلل على قد ما نقدر المادة الدهنية او الدهون في اطباقنا كده. ده الخليط ده جاهز، نرجع دولي ونجيب القالب علشان ندخله في الفرن. انا هفرش القالب بالخلطه دي كده اهو، خلطه غنيه وطعمها بيبقى خفيف وفي نفس الوقت بيبقى حلو قوي. احنا قبل كده عملنا فراخ بالمسخن ده اللي هو بالسماق، كانت برضك فيها كميه بصل كتير وزيت زيتون وكان طعمها رائع. انا كده عملت الفرشه بتاعتي، شيل بقى كده. هجيب ايه؟ هجيب الفراخ اللي هي الوراك زي ما احنا اتفقنا، وهرصها بالشكل ده كده فوقيها، وهدخلها الفرن من غير ما اغطيها ومن غير ما اتبلها ولا احط عليها اي حاجه. انا بس عايزاها 10 دقايق بس مع الخلطه دي، وبعدين هنعمل خلطه ثانيه هنزود بيها وهقول لكم نعمل ازاي. الشكل ده كده. ندخل بقى الصينية بتاعتنا الفرن، عبال ما نعمل لها الخلطة التانية هنحطها في الفرن 10 دقايق ونشوف هنعمل ايه بعد كده. عندي بقى الخلطة التانية اللي احنا هنعملها عشان نسقي بيها الفراخ من فوق، انا هسيبها هي كده 10 دقايق عبال ما نعمل ده. هنجيب بولة صغيرة هنحط فيها ده بصل اخضر، نجيب بس ايه حوكة. ادي عندي بصل اخضر متقطع صغير بالشكل ده كده، وعندي معلقه مستارده ديجون، ممكن تبقى من غير البذور وممكن تبقى مفرومه خالص، ريحتها جميله انا من عشاقها. وعندي روز ميري، يعني طعم جميل ومختلف. وعندي كمان صويا صوص، وعندي زيت الزيتون والفلفل. احنا حطينا الملح مع الطبقه الاولانيه اللي في القاع، هنعمل بقى ايه؟ هنجيب الفلفل وزيت الزيتون للطبقه اللي فوق.
نحط شوية زيت زيتون، ده الفلفل الأول كده، وهنحط يعني المفروض نحط معلقة واحدة زيت زيتون اهو كده كفاية. وهجيب عندي معلقة صويا صوص زي ما انا قلت بالشكل ده كده، معلقة كفاية. وهقلب الخليط ده كله بالشكل ده كده، عشان ده اللي انا هطلع الفراخ وارجع ادخلها تاني بعد ما ادهنها بالحاجات دي. انا عايزاها بقى تشرب من طعم من فوق وطعم من تحت الاتنين مع بعض. ادي الخلطة بتاعتنا بالشكل ده كده، هرجع بس الحاجات دي عشان نطلع الفراخ تاني مع بعض ونحطها، نحط لها الخلطة، وهنغطيها بورق الفويل بس ايه، نمسح كده ويبقى مطبخنا نظيف شعار ست البيت. نجيب حاجة نطلع بس ايه الصينية، ادي الصينية حاجة بسيطة. هنعمل ايه، هناخد بقى الخليط ده وهنحطه على الفراخ من فوق. وحدينا كده الشوكة يعني حاجة بسيطة عشان بس ايه ما تبقوش محتاجين، لا ده احنا محتاجين فرشة ندهن بيها، لا مفيش اي حاجة ممكن تبقى تعطلنا ان احنا نجرب. يعني تستعملوا ابسط الادوات، يعني احنا بنحاول نستعمل ابسط الادوات علشان ما تبقاش يعني ما تعقوش ان انتوا تنفذوا الوصفة بتاعتنا. بس كل حاجة سهلة ان احنا نجربها. ندهنها كويس، هتبقى بقى شربت من الستارد ده مع الصويا صوص والكرات بقى والبصل من تحت اهو، بصوا هيبقى شكله كده. طبعا زي ما قلت لو انتوا مش عايزين الماسترد ده بالحبوب كده، ممكن بتبقى الماسترد ده الحبوب دي بتبقى مطحونة اهي كده اهو كده جاهزة. هعمل ايه بقى، هجيب بقى ورق الفويل وهرجع اغطيها وادخلها الفرن بقى تاني. نجيب كده الورق الفويل حاجة سهلة وسريعة. طبعا القالب سخن، افتح الفرن وتدخلوا الفويل اتاكدوا ان هو محكم في القفل عشان البخار يبقى جوه ما يطلعش بره.